حروب كيف ما تنعكس علينا وعلى رسوماتنا. ووقت اللي كنت لا شيء حلمت بيلي حلمت فيه وحققت كثير منه. أهلي ما بيعرف شو بنعمل، بس شكله الشباب بيعملوا إشي كويس. إني أحول الفكرة لمنتج فعلياً الناس تقدر تعتمد عليه، منفكر فيه ومنطور له. هل الشباب يطلعوا لك إياه؟ والله يريد إن شاء الله خير، توقع الله. في الأوقات التالية،